القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك، قارئ الإذاعة والتلفزيون الذي يجوب أرجاء العالم الإسلامي تاليا ومحكما للقرآن الكريم في جميع الدول الإسلامية وغير الإسلامية. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، قارئ الإذاعة والتلفزيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن
تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور قل أطيعوا الله والرسول
صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله
صلى على حضرة النبي. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم والله سميع عليم ذرية بعضها
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة فتقبل مني إنك أنت السميع فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما اصبر على رزق كله جاي حبيبي والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى
صلى الله عليه وسلم. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها وإني سميتها مريم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما
والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها وكفلها زكريا وكفلها زكريا وجد عندها رزقاً
طيب. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد صدق الله العظيم.